بسم الله، عايزين نعمل خدعة من خدع السينما، اللي هي ان انا لما احرك الجسم الضوء يتحرك معايا، يعني بقيت شكل مظلم، بقيت المشهد كله مظلم ما عدا الشكل اللي انا حركه. فاقول له انا عايز بلان عشان الموضوع ده يبان معايا اكتر، فاقول له عايز سكيل بالشكل دوت، وهقول له انا عايز بيراميدز هرم اصغره شوية او حتى اعمله موف لفوق بالشكل دوت. تمام، او اعتقد محتاج يصغر شوية. طيب عايز بقى ضوء موجه، اجي هنا اقول له تارجت لايت. تمام، واختار اللايت تارجت وابدا اقول له لا احرك كل شوية الناحية دي موف. انا عايز بقى الضوء يبقى مرتبط بحركة البيراميدز أو الهرم، فاختار اللايت تارجت واسحبها تحت البيراميدز بحيث لما البيراميدز يتحرك تلاقي الضوء بيتحرك معايا. تمام، طيب أنا عايز أشوف الموضوع ده فيديو، فدي أول لقطة ممكن أعملها مانوال، أقول له سجل مانوال من هنا أو أقول له أوتو بوكي. أنا أقول له سجل يدوي، أجي هنا وأروح أحرك حركة كده وأقول له سجل الحركة كمان وأخلي ده هنا. طيب نبدأ نشوف الفيديو هيبقى عامل ازاي، الشكل بيتحرك في المسار بتاعه والكاميرا ماشية معاه.